بص، هو النهاردة المحاضرة هتبقى عن كده يعني، بس هي محاضرة مهمة بصراحة. الحاجات هي، بص، انا اول جزء من المحاضرة هيبقى يعني هنراجع شوية على اللي فات، عشان المحاضرة اللي فاتت كانت صعبة شوية يعني، هتكلم بصورة منجزة يعني. الجزء التاني من المحاضرة هي الهايبوكس اسكيميك انجري، ده مهم، مهم للامتحان ومهم للنظري ومهم للشفوي، كل حاجة مهم للكلينيكال، مهم مهم يعني. يعني ما اكتر الاطفال اللي حصل لهم مثلا اتخنقوا وقت الولاده، يعني واحده جت بتولد نورمال ليبر وحصل اسفيكسيا للطفل، ما اكتر الحاجات دي يحصل الهايبوكسيك اسكيميك انجري، ده مشهوره جدا. الاطفال لازم تتشاف في الشغل يعني، فما اكترها يعني. المره اللي فاتت اللي احنا قلنا للوكوديستروفي، كنا قلنا ان اللوكوديستروفي كنا بنعرفهم باربعه باترن. الاربعه باترن اللي احنا قلناهم، كان اول باترن بتاعه هو الاريست ماينيشن او الهايبو ماينيشن او ابسنت ماينيشن، كنا قلنا اللي بيمتاز بكذا حاجه. اول حاجه ان هو بيكون ديفيوز، يعني تلاقي كل وايت ماتر افكت معظم السب كورتيكال والديب سنترال او الديب بيري فنتريكولار، وحتى الانترنال كبسول هنا افكتد، فهو بيبقى ديفيوز باترن. ده اول حاجه. تاني حاجه ان التي تو بتاعته ما بتبقاش عاليه قوي، فبتبقى مدرج degree of T2 elevation. تالت حاجة إن مش شرط يكون ال T1 بتاعها يبقى هايبر، يعني ممكن يبقى T1 بتاعنا يبقى نورمال، يبقى هايبر يعني، أو أيزو، مش شرط يبقى هايبر. فهو ده التلاتة باترن بتاعة الإيه، الأريستد هايبوماينيشن. وقلنا إن أشهر واحد فيهم هو الإيه، ال اسمه إيه ده، بلزباخر سندروم. في حاجات تانية بقى، الهايبو مايلينيشن واتروفي وبيزا جانجليا، بس هو اشهر واحد اللي هو الايه، ميلزباخر سندروم. طيب ده كان الايه، او باترن هو ريسيد مايلينيشن. تاني باترن، بسم الله الرحمن الرحيم، عشان نسيت اقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تاني باترن هو الايه، السب كورتيكال ويز سب كورتيكال وايت ماتر ابدومينالتي بريدومينت سب كورتيكال ايه. قلنا اشهر واحد فيهم المرض المشهور جدا بتاعهم اللي هو اسمه ايه يا جماعه، اللي كان بيمتاز بوجود سب كورتيكال سيست، اللي هو اسمه فاندر ناب، اسمه ميجا انكيفاليك ليكونكفالوباثي ويز سب كورتيكال سيست. طيب هو بيمتاز بايه؟ انك هتلاقي ان الابنورماليتي بريدومينتلي اكتر واخده سب كورتيكال يو شيب فايبرز، اللي هم دولت اللي تحت الكورتكس مباشره، ماشي. فده الباترن الثاني. لما بلاقي مع الباترن ده في وجود السيستات دي اللي هي بتبقى موجوده في التيمورال لوب اكتر حاجه، ده اشهر مرض فيهم اسمه فاندر ناب، او قلنا ميجال انكيفاليك سب ليكو انكيفاليبثي ويز سب كورتيكال سيست. ميجال انكيفاليك يعني غالبا الولد ده بيبقى راسه تبقى كبير. تالت باترن اللي هو قلنا مش سب كورتيكال، لا ده سنترال بقى على عكس التاني، ده واخد السنترال ديب وايت ماتر واخد البيري فنتريكولار ريجون. الجروب دي ممكن يبقى معاهم برين ستيم انفولفمنت او مش معاهم برين ستيم انفولفمنت، مش هتفرق معايا. ده المنظر ايه المره اللي فاتت قلناه؟ شفتوه ما ذاكرتوش اصلا؟ المنظر ده ايه؟ ما شاء الله عليك، انا مبسوط منكم جدا. ده راجل يعني، ده مرض مشهور قوي يعني، الناس اللي بيشموا ده كوكين، ده كده كوكين سندروم. كوكين ده اللي هو ايه، اللي هو بيبقى فيه ريجولار كالسيفيكيشن، ده كوكين سندروم. هو بيبقى واخد الايه، الجروبز دولت بيبقوا عباره عن ديب وايت ماتر مش افكتد من السب كورتيكال، يعني نلاقي السب كورتيكال اريا بتبقى سبيرد، اللي هم اليو شيبد فايبرز بتبقى سبيرد. العكس بقى، الديب وايت ماتر اللي هم السنترال والبيري فنتريكولار اريا. الجماعه دولت من ضمن في حاجات كتيره زي الاكس لينكد ليكودستروفي والميتاكروماتيك ليكودستروفي، يعني حاجات كتيره من ضمنهم الكوكين، واللي احنا هو بيمتاز بوجود الايه، الكالسيفيكيشن. انا مش بقول، انا بفكر بس بالباترن وطريقه التفكير مش اكتر ولا اقل. انا مش عايز شرح المحاضره بتاعت المره اللي فاتت دي تاني. رابع باترن اللي هو عباره عن كومباينيشن ما بين اتنين، لقيت ان في وايت ماتر اريا بريدوم، يعني في واتر ابنورماليتي ايا كان بقى مكانها، سواء كانت سب كورتيكال يعني واخده يو شيب فايبر، او سواء كانت ديب وايت ماتر يعني واخده بريفنتريكولار او سنترال اريا،
او واخده كله ايا كان، هو الاساس فيها وايت ماتر. بس لما بصيت ان مع الوايت ماتر لقيت ان في جراي ماتر افكشن، يعني لقيت في بيزا جانجليا افكشن، يعني مع الوايت ماتر لقيت ان في بيزا جانجليا افكت فيها هاي سيجنال، لقيت البيوتامين او لقيت الجلوبس باريدس افكت لقيت فيهم هاي سيجنال، لقيت مثلا اللي في السيريبيلم مثلا النيوكليا المشهوره جدا اللي هي الدنتيت نيوكليس لقيتها برضو افكت، خلاص ما دي نيوكليس دي جراي ماتر. لقيت الكورتكس نفسها افكتد، ما ده كورتكس جراي ماتر. لقيت الثالاموس افكت، الثالاموس ده يعتبر من ضمن الجراي ماتر بتاعت الديب جراي ماتر بتاعت البرين. فانا لما الاقي ان الاساس في وايت ماتر ابنورماليتي معاه جراي ماتر ابنورماليتي اللي انا قلتهم عليهم اللي هم سواء كانت بيزا جانجليا او ثالاموس او دنتيت نيوكليس في السيريبيلم، يبقى انا هخش في تبع الجروب الايه الجروب الرابع اللي هو وايت ماتر الاساس بتاعها وايت ماتر ومعاها بيزر جانجلي، يعني الاقي ان في وايت ماتر ابنورمالتي ايا كان شكلها بس معاها جري ماتر ابنورمالتي. المنظر ده يا جماعه قلنا برضو المره اللي فاتت كان فين. هو طبعا حسن عارف عشان خاطر الام ار اس صح، عشان ان اصلا بيبقى عادي. بس هو في باترن تاني انا قلته عليه المره اللي فاتت، هو هنا في الابنورمالتي، ايه هنا الابنورمالتي، هنا في هي الابنورمالتي فين، واخده ايه، يعني في مشكله فين، واخده جلوس بايدس واخده ايه، واخده الانترولاترال. ايوه بالظبط هو صح. هي الفكره في حاجه، الفكره ان هي البيوتامين او الكوربس ترايتم از سبير، ودي مع الكنفن مميز جدا، تلاقي ان هو ياخد الجلوبس باليدس وياخد الفنترولاترال اسبكت بتاع الثالاموس، ده اسمه فنترولاترال اسبكت بتاع الثالاموس اللي هو الحته ده اهي خلاص. بس ده مش مشكله، هو ياخد اللي جوه ويسيب اللي بره، اللي بره دوت اللي هو يشمل البيوتامين ويشمل الهيد اوف كوديت اللي هو اسمه كوربس ترايت، فهو ده ما يميز الكنفن. طبعا الكنفن كمان ان هو الان اثار اسبرتيت العالي بتاع الام ار اس، ده برده من ضمن الحاجات. بس هو الباترن بتاع اللي هو من، يعني انا اللي هيخليني ادايركت الى الكنفن ان انا لقيت وايت ماتر ابنورماليتي معاها بيزا جانجلي افكشن. المنظر بتاع البيزا جانجلي افكشن بتاعه ان هو واخد جوه وسايب بره، فده بيقول لي ان هو غالبا بيبقى ايه، بيبقى كنفن. كنفن كمان ممكن يبقى معاه برين ستيم انفولفمنت، يعني ويبقى معاه دنتيت نيوكليس انفولفمنت، والاساس فيه كمان ان الولد ده بيكون راسه ايه، بتبقى راسه كبيره. دوت الاربعه باترن بتوع اللوكو ديستروفي اللي احنا قلناه. وهو الراجل او الشابتر بتاع اللي كان بيتكلم عن الموضوع ده قايل ان احنا الباترن الخامس بتاعهم اللي هو ما يعتبرش من ضمن اللوكو ديستروفي، لان اللوكو ديستروفي هو عباره عن في الاصل از من اسمها لوكو ديستروفي معناها وايت ماتر ديزيز، فما ينفعش تحطها مع الجروب الخامس ده، مع ان في بعض الاحكام في بعض الاشياء بتختلف. يعني هنا الجروب الخامس ده اللي هو جراي ماتر ديزيز وذ سام اكستنشن انتو وايت ماتر، يبقى الاساس فيها هو الجراي ماتر، يعني الاساس فيها ان الابنورمالتي موجوده في البيزل جانجل، معاها جنبها مثلا ان وايت ماتر اللي جنبها افكتد شويه الاقي فيها ابنورمالتي شويه جنبها، بس الاساس فيها هو الجراي ماتر مش الوايت ماتر. الباترن الرابع اللي احنا كنا جايبينه من شويه ده كان الاساس فيه زي كانفن او كده، الاساس فيه ان الوايت ماتر هي اللي بايظه خالص متبهدله خالص وبالمره معاها البيزا جانجليا، انما هنا الاساس فيها اللي بايظه اللي متبهدل فيها هو البيزا جانجليا ومعاها او معهاش وايت ماتر، والوايت ماتر بتبقى قليله جدا او تبقى جنب الابنورمات الاساسيه خلاص. وبالتالي الجروب ده ما يعتبرش من انواع اللوكودستف. ليه ما يعتبرش؟ لان الاساس فيه مش وايت ماتر، الاساس فيه هو جراي ماتر. الجراي ماتر زي ما انا قلت ان اللي في البرين بيقسموا الى حاجتين، يا اما بتكلم على حاجه سوبرفيشال زي الكورتكس بتاعت البرين ده جراي ماتر ده حاجه، او ان هي تبقى ديب جراي ماتر. الديب جراي ماتر يشمل النيوكلياي، النيوكلياي هم دول اللي فيهم الايه السيل بادلز. ما احنا دايما عندنا الوايت ماتر هي بتحتوي على الايه الاكسونز، بينما الجراي ماتر هي بتحتوي على السيل بادي بتاع الخليه، جسم الخليه، انما الاكسون بتاع الخليه هو الوايت ماتر. طيب هما قالوا ان السيل بادي بتاع الخليه هو ده يمثل الجري ماتر لانه هو ما فيهوش مايلين فهو بيبقى لونه رمادي، بينما الوايت ماتر اللي هي فيها التراكت اللي هي الفايبرز بيبقى لونها ابيض فبيسموها وايت ماتر. قال لك الجري ماتر مقسمه حاجتين، يا اما موجوده في القشره الخارجيه بتاعه المخ اللي هي الكورتكس، او موجوده في حاجات ديب. الحاجات الديب اللي هي بيسموها ايه، بيسموها نيوكلياي، زي مثلا البيزا نيوكلياي، البيزا جانجليا نيوكلياي اللي هي الديفورم جلوبس باريدس، الثالاموس عباره عن مليانه عباره عن جروبس اوف نيوكلياي، الدنتيت نيوكلياس في السيريبيلم اسمها دنتيت نيوكلياس موجوده في السيريبيلم، دي عباره عن ديب واي دي ديب جراي ماتر، مش سوبرفيشال، سوبرفيشال بتمثل الكورتكس، بينما الديب جراي ماتر متمثل فين، في الحاجات اللي احنا قلناها. طيب
فانا متوقع ان انا لما الاقي برين او الاقي في الجروب ده لما الاقي فيه ابنورمالتي هتوقع ان انا الاقي ابنورمالتي في كل من النيوكلياي دولت خلاص بالاضافه معاهم ايه او معهمش وايت ماتر. يعني ممكن بس تلاقي الابنورمالتي بس موجوده في البيزا في البيزا جانجري بس. طيب اللي خلينا اقول او افكر في المجموعه دولت اللي هم اللي هتكلم عليهم دولت ان هم غالبا زي بقيه اللوكودستروفي ان هم غالبا بيكونوا بايلاترال وسيمتريك. عشان تفكر في المجموعه دي لازم تلاقي ان هو افكشن البيزا جانجليا او افكشن الجري ماتر ايا كان بيبقى بشكل او باخر بتكون لحد ما بايلاترال اند سيمتريك. فتبدا تفكر في المجموعه دي زي اي لوكودستروفي بعد كده. طيب قال لك ان اللي بيأفكت المجموعه دي هم عباره عن تو جروبس. اول جروب اسمها يوريا سايكل اند ميتوكوندريا والتاني جروب اللي هي بتاعت الميتوكوندريا. واليوريا سايكل والميتوكوندريا ده متوقع ان هم يأفكت الجروب دولت. اشمعنى؟ لان زي ما قلت المره اللي فاتت ان الميتوكوندريال ديزيزز او الميتوكوندريا او اليوريا سايكل ديزيزز دي بتأفكت على ايه؟ بتأفكت الريسبيريشن دي غالبا. تبقى بتأفكت الريسبيريشن في الخليه ذات نفسها. لما انا بأفكت الميتوكوندريا وافكت الريسبيريشن بتاع الخليه انا بعمل ايه؟ بقلل البرودكشن اوف اي تي بيز. انا لما بعمل برودكشن اوف اي تي بيز ما بقاش في طاقه اصلا للخليه، الخليه بتموت. اكني عملت ايه؟ اكني عملت اسكيميا بالظبط. انا ما عملتش اي حاجه. انا هو الاسكيميا ايه اللي بيحصل؟ الاسكيميا انت بتقلل الدم اللي بيوصل للخليه، مفيش دم، مفيش اي تي بيز، مفيش باور، مفيش، فهو انت عملت الخليه موتها. ده نفس الكلام سواء كان الميتوكوندريا ديزيز او سواء كان اليوريا سايكل ديزيز، هم بيدمروا الريسبيراتوري تشين بتاعت الخليه بعدم برودكشن اوف اي تي بيز، وبالتالي الخليه دي تعتبر عملت لها ايه؟ عملت لها اسكيميا. طيب لما اعمل كده اللي يتاثر ايه؟ الوايت ماتر ولا الجري ماتر؟ لا، اللي يتاثر الجري ماتر. اشمعنى؟ الجري ماتر دي دايما هي اللي فيها السيل بادي اللي هي الخليه نفسها، الجسم بتاع الخليه، هي دي الهايلي ميتابوليك سيل. يعني الخليه اللي بتبقى هاي ميتابوليك هي اللي ان نيد اوف اي تي بيز بدرجه كبيره. وبالتالي لو انت قللت اي تي بيز وقللت الريسبيريشن وعملت اسكيميا للخليه اللي يتاثر قوي هي الخليه الهاي ميتابوليك اللي هي بتبقى موجوده في الجري ماتر سواء كان في الكورتكس او في البيزا جانج. وبالتالي كل الميتوكوندريا ديزيز او كل او يوريا سايكل ديزيزز بتافكت الجري ماتر وبتعمل الجروبز دول بصوره بايلاترال اند سيمتريكال، لان هو عباره عن غالبا بيبقى انهيريتد ديزيز، بيبقى افكت الجين معين، بيبقى فيه انزيم معين مش موجود يافكت الميتوكوندريا ما يطلعش اي تي بيز، يعمل اسكيميا اللي يتاثر الهاي ميتابوليك سيلز اللي هم الجري ماتر سواء الكورتكس او البيزا جانج. طيب مين هاشهرهم؟ او في عندي ثلاثه جروبز مشهورين صراحه. واحد اسمه لي سندروم. الثلاثه دول مهمين صراحه، يعني الثلاثه دول مهمين وبيتشافوا. لي سندروم، والثالث اللي هو اسمه ميلاس سندروم اللي هو ميتوكوندريال انكفالو مايوباثي لاكتيك اسيدوزس اند ستروك لايك ايبيزودز اند جلوتاريك اسيدوريا تايب 1. جلوتاريك اسيدوريا تايب 1، الثلاثه دول مهمين، جلوتاريك اسيدوريا تايب 1 والميلاس والايه واللي ديزيز. طيب قبل ما انا هتكلم على البتاع واقول شكلهم عامل ازاي، انا متوقع او انتم متوقعين المنظر ده هيكون عامل ازاي او منظر الامراض دي هيكون عامل ازاي؟ منظر الامراض بالكلام ده اللي انا قلت عليه، قول يا حسن. ماشي، جري ماتر مش لازم بيزا جنج، جري ماتر افكشن ده واحد، بايلاترال وسميك اثنين، ثلاثه بقى والثلاثه دي مهمه. ماشي بس مش مشكله، انا عايز اشوف السيجنال ابنورمالتي ايه اللي مميز في الديزيز دي؟ يعني هم بايلاترال وسيمتريكال وجري ماتر افكشن، ايه اللي مميز في الديزيز دي؟ انا قلت ان الباثولوجي كده هو عباره عن ايه؟ يعني الباثوجينيز بتاع اسكيميا. فانت تتوقع لو العيان ده عملتوه ديفيوجن تبقى يبان ايه؟ ريستريكتد. فهو ده حاجه مهمه جدا. احنا عارفين ان الاكيوت اسكيميا بتبان كانها ديفيوجن ريستريكشن، وده اهم حاجه. الاسكيميا العاديه عباره عن ايه؟ لو 51 وهاي 52. ده اي اسكيميا، يعني اي انفاركشن لو بصيت على اي انفاركشن تلاقيها لو 51 غالبا، يعني ايا كان بتاع بس في الاول يعني لو 51 غالبا وهاي 52. بس اهم ما يميزها في الاكيوت انفاركشن في الاول هو ايه؟ هو الديفيوجن ريستريكشن. فهو هنا برضه نفس الكلام، لان باثولوجيست واحد، انا عملت اسكيميا للخليه دي. فانا اتوقع لما الاقي بقى المرض ده هعرفه ازاي؟ لما الاقي فيه جري ماتر افكشن بايلاترال وسيمتريكال وذ ديفيوجن ريستريكشن، يعني فيه اسكيميا، يبقى انا بفكر لازم افكر في المجموعه دي اللي هو جروب اللي هم بيبقى افكت الميتوكوندريا ديزيز او الايه؟ او اليوريا سايكل ديزيز. طيب الفرق ما بينهم ايه؟ اللي سندروم اكتر يافكت البيزا جانج، يعني يافكت الديب جري ماتر.
ما يأفكتش الكورتكس اكتر، على عكس الميلاس، الميلاس يأفكت اكتر الكورتكس وما يأفكتش اكتر الايه الديب جراي ماتر. يعني اللي سيندروم يأفكت مثلا البيزا جانج ده بشكل اكبر، فده غالبا ده اللي بيتعمل، وده غالبا الناس بتعرفه بيه. لما تلاقي في بايلاترال بيزا جانج ريستريكشن للديفيوجن والبايلاترال ابنورمال سيجنال في البيزا جانج دي في طفل صغير، فانت لازم تفكر في ليه سيندروم. هو الناس بتفكر في كده وتحط في ديفرنشال دايجنوز ان الاقي ايه ان البيزا جانج دي هنا افكت والنزا هنا افكت، فهو بايلاترال ولحد ما سيمتريكال، شرط يبقى يعني لحد ما خلاص. لو انا عملت ديفيوجن للحاجات دي هلاقيها ان هي ريستريكت ديفيوجن، لازم احط ليه سيندروم في الموضوع، لازم احط ليه سيندروم في الموضوع خلاص. فاللي بيأفكت البيزا جانج، طب بص يا جماعه يعني هنا يعتبر الوايت ماتر مفيش افكشن، يعني هنا الوايت ماتر مفيش افكشن، كده ما ينفعش تحط ليه سندروم تبع ليكودستروفي، حرام عليك، يبقى انت كذاب، لان الاساس فيها هم البيزا جانج، مش شرط يبقى فيهم وايت ماتر. لو هتلاقي وايت ماتر ممكن تلاقي اللي الحته اللي جنبها بتاع، بس الاساس فيها هو البيزا جانج. فانت حتى انت لما تيجي تفكر هتقول ان ده بيزا جانج افكشن مش وايت ماتر افكشن، فما ينفعش انك تحط الجروبس دي تبع الايه تبع اللوكودستروفي. طيب ده منظر برضو تاني ان هو بيأفكت انا قلنا الليه سيندروم بيأفكت اكتر الايه البايلاترال بيزا جانجليا، ولما بتيجي تعمل ديفيوجن هتلاقيهم لحد ما بيكونوا ايه بحد ما ريستريك. هو هنا شاور ان الليه سيندروم برضو بيأفكت حاجه اسمها بيري اكويدكتال، هنا بيبقى فيه حوالين الاكويدكت بيبقى فيه جري ماتر حوالين الاكويدكت، بيسموها بيري اكويدكتال جري ماتر. اللي بتر ليه دي برضه من ضمن الحاجات اللي بيأفكت اللي بيحب يأفكت هي الايه بي اكويدكت. لو عيان ده كبير شويه مين بيعمل كده؟ لو عيان سنه كبير شويه مين بيأفكت البري اكويدكت جري ماتر؟ ملوش علاقه بالموضوع. فيرنكس فيرنكس ده نقص ايه؟ نقص الثيامين. الثيامين ديفيشن. اه بالظبط. وفنتولاترال ما علينا، انا بتكلم على الداج دي مالهاش علاقه بالموضوع يا جماعه. طيب الملاسة بقى عكسه، يعني هو نفس يعني نفس الصوره او نفس الفكره ان هو افكشن اوف ذا جراي ماتر، بس هو بيحب يافكت الايه يحب يافكت الكورتكس، ما بيحبش يافكت الديب، يعني ما بيافكتش البيزا جانج، بيحب يافكت الكورتكس. انا يا جماعه انا لو بصوا يا جماعه لو بصيت على المنظر ده من غير ما ولو وحطيت سورس ديفيوجن دي عباره عن انفاركشن مش اكتر ولا من جزء ده برين صح؟ ده برين. هو هنا صوره شويه خادعه بس هنا لا ده برين منجوما. ما هو لو انت بتتكلم على اكسترا اكزيليشن، بس هنا ده دليل ان هو اصلا يعني لو احنا بنتكلم على ان اكسترا اكزيليشن، بس هنا مش اكسترا ده ديروتوبيا نعم جري ماتر ده جري ماتر ده جري ماتر جوه الوايت ماتر. طب ودي يعني لو هقارن السيجنال ايه مفتري ما بين جري ماتر دي وجري ماتر دي ايه مفتري قصدك على ايه؟ التي 1 ماشي. طب والتي 2 يعني اللي اقصده الهيتيروتوبيا لو انت بتتكلم عليها حسب فهي عباره عن جري ماتر موجوده في مكان غريب ده هيتيروتوبيا، بس هي عباره في الاخر في الاول والاخر ده جري ماتر، فانت هتلاقي نفس السيجنال بتاعت الجري ماتر موجوده في مكان غريب من اول الفنتركل لغايه الكورتكس خلاص، من اول ما سب ابن دايمن ممكن تبقى جوه الفنتركل او لايننج الفنتركل او ما بين الفنتركل والكورتكس اي في اي حته من الحاجات دي هيتيروتوبي. انما انا مش شايف هنا هي الصوره دي اللي مضايقه ايه، او ممكن تقول اي حاجه الصوره دي، يعني الصوره دي ممكن تكون اي حاجه خلاص. بس انا لو حطيت معاها مثلا ديفيوجن ريستريكشن زي كده الديفيوجن يعني باترن بتاع الديفيوجن هيبين لي القصه ان هي غالبا هتبقى انفاركشن. يعني دي الابنورماليتي هنا اكتر كورتيكال ولا سب كورتيكال؟ دي كورتيكال، دي واخده كورتكس خالص خلاص، واخده كورتكس هنا واخده كورتكس هنا واخده كورتكس هنا. طيب هو هنا ليه يا جماعه انا لو شفتها هقول عليها انفاركشن مش محتاجه، بس هو في حاجه غريبه هنا في الانفاركشن. ايه الحاجه الغريبه اللي في الانفاركشن؟ صح، لا تعتمد على الفاسكولار تريتوري تمام. طب هو ده منطقي في العيان زي ده بتاع الملاسه؟ يعني منطقي ان هو ما ياخدش فاسكولار تريتوري؟ منطقي ليه؟ لان هو اصلا مش قافل، هو مش قافل الافيسل خلاص، فهو وصفها كده
ان هي انفاركشن لايك زي الانفاركشن في الشكل ولكنها لا تتبع الفاسكولار تريتر. فهي وصفها كده. فهو ده لما تلاقي طفل صغير عنده انفاركشن وتلاقيها بنطوره مش واخده باترن معين فانت لازم تفكر في الايه املاس. فالملاس هو عباره عن زي شايفين ده منظر الديفيوجن ريستريكشن جميل ده واللي واخد الايه الجايره باترن ده هنا وهنا خلاص. فده ساعات بيسموها مايجريتنج انفاركشن يعني كانها انفاركشن عماله تتنقل من مكان لايه من مكان لمكان خلاص. ده الايه الملاس. يبقى الملاس واللي الاختلاف الاثنين جري ماتر بس واحده بتاخد الديب اكتر الثانيه بتاخد الايه السوبرفيشال اكتر. الجلوتاريك اسيدورا تايب 1 وده اشهر. بصوا يا جماعه المرض ده انا قلته المره اللي فاتت مع حاجه اسمها ال2 هيدروكسي جلوتاريك او هيدروكسي اسيدوريا برضو بس للاسف هما الاثنين طلعوا يعني انا كنت فاكرهم في الاول ان هما الاثنين واحد بس لا طلعوا مرضين مختلفين. خلينا في الجلوتاريك اسيدوريا تايب 1 ده المشهور يعني ده اللي بيتشاف وده اللي بيتعمل. كنت قلت المره اللي فاتت انا معرفش انا بص انا قلته بس للامانه اعملها لان انا عارف اصلا انتوا ولا هتفتكروا اللي انا قلته اصلا ولا ولو قلت اي حاجه ما هتقولوا اه وكويس وبتاع. بس يمكن المره اللي فاتت كان في حاجه مشهوره في المرض ده. ايوه بالظبط الحمد لله بالظبط ان السيلفيان فيشر مش ايه مش اوبركيوليتد يعني اندر اوبركيوليشن او مفيش اوبركيوليشن مفيش اوبركيوليشن من السيلفيان فيشر. تحس ان السيلفيان فيشر مفتوح على الايه على الشارع كده. فهو ده ما يميز الجلوتاريك اسيدوريا تايب 1 خلاص. هو زي ما احنا قلنا هو عباره عن جراي ماتر افكشن يعني هنلاقي مثلا بيزا جانجلي هنا افكتد هنا الجلوبس باريدس الاثنين افكتد خلاص. ففي ابنورماليتي في الجراي ماتر بس معاها الايه الاندر اوبيكيوليشن للسيلفيان فيشر. وكمان بصوا يا جماعه حتى بصوا هنا ديفيوجن عامل زي ديفيوجن ريستريكت لان هو في الاخر او في الاول او اخر عباره عن ايه عباره عن اسكيم خلاص. وكمان بيقولوا ان هو بيبقى معاهم التمبورال لوب بتاعها بيبقى يعني حتى مش بس كده تلاقي ان الاكسترا اكزيا سي اس اف بس انا مش يعني مفيش صور هنا واضحه بس ممكن تكون مثلا دي ان الاكسترا اكزيا سي اس اف سبيسز بتاعتها بتكون واسعه كمان مش بس الاوبركيولم اندر اوبركيوليتد الا او سيلفين فيشر اندر اوبركيوليشن الا ان كمان ان الاكسترا اكزيا سي اس اف سبيس بتكون واسعه. وبيقولوا ان لما الاكسترا اكزيا سي اس اف لدرجه انك ممكن تعتبر ان في اركينويد سيست يعني لما تلاقي الاكسترا اكزيا سي اس اف سبيس واسعه كده ممكن تعتبر ان في اركينويد سيست. بيقولوا ان ممكن ضمن الحيان العيانين دولت لما الاكسترا اكزيا سي اس اف سبيسز الفيسلز اللي بتبقى موجوده اللي في البرين اكنه بيحصل له ايه بينفصل عن الديور خلاص لانه السبيسز وسعت خلاص. فالفيسلز اللي بتبقى موجوده في الاكسترا اكزيا سي اس اف سبيس دي بتشد عليهم وممكن يحصل هيموج بيعمل سب ديور الهيموج. وده الحاجه اللي تشدك في عيان صغير وعنده سب ديور الهيماتوم. احنا عارفين ان سب ديور الهيماتوم بيحصل في عيان ايه عيان كبير في السن. ليه؟ لان نفس الباتر. ايه اللي حصل العيان لما بيكبر في السن مخه بيحصل له اتروفايد لما يحصل له اتروفايد الفيسل تشد عليه يحصل سب ديور الهيماتوم خلاص. فهو نفس الكلام الولد ده حصل له نفس الكلام ده بس في سن صغير فبيبدا يحصل ايه بيحصل سب ديورال ايه بيحصل سب ديورال هيماتوم مع جلوتاريك اسيدوريا. يبقى جلوتاريك اسيدوريا عباره عن ايه عباره عن جراي ماتر افكشن في اسكيميا يعني معاه يعني بايلاترال جراي ماتر افكشن معاه الاندر اوبركيوليشن للسيلفيان فيشر وايدنج اوف ذا اكسترا اكزيا سي اف سبيسز وساعات زائد او ناقص سب ديورال ايه سب ديورال كولكشن كده. انا يعتبر انا بس انا قلت الحته الاخيره دي عشان اللي هم بتوع جري ماتر وافكشن ما كنتش قلتها المره اللي فاتت فانا جبت سيرت ورجعت على الريفيجن والنهارده بقى هخش في الايه في محاضره النهارده اللي هي هايبوكسيك اسكيميك انكيفالوباثي. الهايبوكسيك اسكيميك انكيفالوباثي ده يعني مصطلح كلينيك يعني بتوع الاطفال يجي يقول لك العيان ده عنده هايبوكسيك اسكيميك انكيفالوباثي شاكك ان هو عنده هايبوكسيك اسكيميك انكيفالوباثي. الولد ده وهو بيتولد اتزنق في الولاده حصلت له اسكيميا وبدا يمانيفيست مانيفيستيشن اوف انكيفالوباثي فيسموها هايبوكسيك اسكيميك انكيفالوباثي. هو يقول هايبوكسيك اسكيميك انكيفالوباثي انت مالكش دعوه بقى انت تقول هايبوكسيك اسكيميك انجري هايبوكسيك اسكيميك برين انجري لانك انت مش شايف مانيفيستيشن على العيان يعني انت بالنسبه لك انت شايف اشعه شايف ان في مشكله في البرين خلاص سببها اسكيميا فانت تقول عليها ان في هايبوكسيك برين انجري انما انت مش شايف مانيفيستيشن مش شايف ساينز او سيمتومز عند العيان فما تنفعش تقول انكيفالوباثي للعيان ده ده الاطفال هو اللي يقول ماشي. ده اول حاجه. يبقى انا لما باجي اتكلم على كاشعه اقول ان العيان ده عنده هايبوكسيك اسكيميك برين انجري او هايبوكسيك اسكيميك انجري. طيب
الباترن اوف برين انجري ده بيعتمد على حاجتين، بيعتمد على التايم اوف اسكيميا ده اول حاجه، والسيفيريتي اوف هايبوكسيا. وخلي بالكم بقى عشان نركز شويه، يعني ايه تايم اوف اسكيميا ويعني ايه الباترن اوف هايبوكسيا. قالوا دلوقتي العيان اللي هيحصل له اسكيميا، هل العيان اللي هيحصل له اسكيميا ده بيختلف اذا كان العيان اللي حصل له اسكيميا ده وقت الولاده يعني فول تيرم ولا بري تيرم يعني قبل 36 اسبوع. طب هو ليه بيفرق ده عن ده؟ لان في الحاجات الفايتال اللي بتبقى البرين دايما ده في اي حته، يعني البرين في حاجات فايتال فيه، في حاجات يعني برغم ان هو كله فايتال ذات نفسه بس في حاجات مور فايتال او موست فايتال. زي ايه؟ الحاجات اللي هم الجري ماتر، زي ما احنا قلنا الجري ماتر هم في سيل بوديز، هم دول غالبا بيبقوا الموست فايتال، او الحاجات اللي بيحصل لهم وقتها مثلا مايلينيشن. يعني انا دلوقتي بعمل مايلينيشن لحاجه معينه خلاص، فانا وقتها دي انا اكتر حته ببقى هاي ميتابوليك، واكتر حته ببقى فايتال، واكتر حته ببقى مهمه في البرين خلاص. وبالتالي البرين قبل ما يبقى بريتر غير البرين بيبقى فول تيرم، ده اول حاجه. تاني حاجه السيفيريتي اوف اسكيميا، المودريت والمايلد اسكيميا غير السيفير اسكيميا، تفرق في ايه؟ انا دلوقتي برين عملت له اسكيميا سيفير وعامل اسكيميا مايلد ومودريت، ايه الفرق؟ الريفرسيبيليتي ده ملهاش علاقه بالمايلد او مودريت او سيفير، ملهاش علاقه. لا برضه يعني هو لو كان ديري، لو كان بارشل او بروفاوند مش لو ايه الفرق؟ مثلا لو بروفاوند هيأفكت البيزر هيندلاء، مثلا لو بارشل هيأفكت البيزر. طيب هو انت في جزء من الصح بس مش صح كله، بس في جزء من الصح. هي ايه؟ انا دلوقتي لو انا عندي مايلد او مودريت اسكيميا خلاص، المايلد او مودريت اسكيميا دي البرين قادر ان هو يعمل ايه؟ يعني بيجيله شويه دم، انا ما بقولش ان هو ما بيجيلوش لان هو مايلد او مودريت اسكيم بيجيله شويه دم بس هو اقل من الطبيعي، فيعمل ايه؟ يخلي شويه الدم اللي جوه جلط يخليهم الفايتال اورجن خلاص؟ بينما الحاجات اللي هي ليس فايتال هي دي اللي يبدا يحصل فيها اسكيم. تمام؟ الكلام ده هيتوضح كمان شويه بس هي دي الفكره. انما لو انت عندك سيفير اسكيميا الفايتال اورجن هو اللي هيبوظ، هو اللي هيأفكتد. ليه؟ لان مفيش دم اكتر، فمين اللي يتاثر؟ مفيش دم خالص، فمين اللي يتاثر؟ اللي يتاثر اصلا اللي هو اللي شغال بسرعه قوي لان مفيش دم خالص، فهو ده اللي يتاثر اكتر من الايه مش شغال، اللي بيشغل ببطيء. فاهمين قصدي؟ يعني انا لو عيان، لو انا دلوقتي عندي شويه دم بيوصلوا البرين خلاص، شويه دم اللي بيوصلوا البرين دولت ماشي، انا هخليهم للفايتال اورجن يعمل يشتغلوا بيهم، فالفايتال اورجن مش هيتاثروا، بينما الحاجات اللي ليس فايتال خلاص هي اللي هتتاثر، لان انا خليت وديت كل الدم للفايتال اورجن، فدولت ما تاثروش بس اللي هم ليس فايتال هم اللي اتاثروا. طب انا لو منعت الدم خالص، ما بقاش في دم خالص ولا رايح لده ولا ده، مين اللي يتاثر؟ اللي يتاثر طبعا اللي بيمشي بسرعه لان هو محتاج اكل بكميه كبيره جدا، فبالتالي اللي هيتاثر هو الايه؟ الحاجات الهاي فايتال. وبالتالي الباترن اوف برين انجري بيعتمد على حاجتين، انت بتتكلم على سيفيرتي اوف هايبوكسيا، وبتتكلم على وقت اللي حصل الهايبوكسيا دي، هل حصل الهايبوكسيا دي بريتر ولا حصل الوقت الفول تير. تعال نشوف واحده واحده ونشوف الباترن بتاعنا. هم على اساس ده جم قسموا الباترن اوف يعني ده مثال واضح قوي على الاختلاف ما بين البرين بتاع الطفل قبل ما يبقى عنده 36 اسبوع وبعد ما يبقى عنده 36 اسبوع. ازاي هنقول دلوقتي؟ الصوره دي بتقول الاتي. انا دلوقتي ده برين طبيعي، البرين احنا عارفين ان احنا بيبقى عندنا في الكورتكس من بره، يعني البلاد سبلاي بتاع البرين جاي منين؟ جاي من ميدل سيربرال ارتري وانتيريور سيربرال ارتري، ماشيين على الكورتكس من بره، وبعد كده يبعتوا بيرفوريتنج برانش تبدا تسبلاي الكورتكس خلاص. ده الطبيعي خلاص. الولد اللي بيبقى عنده قبل 36 اسبوع البيرفوريتنج برانشز دي بتبدا واخده البرين من اول بره، تفضل ماشيه 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 لغايه لما توصل للفنتركل، لغايه لما تلمس الفنتركل. ده بيسموها بيتال، ده بيسموه فنتريكيلو بيتال. بيتال كلمه بيتال في اللغه معناها اتجاه، متجه الى. ففي كلمه فنتريكيلو بيتال ده معناه ان البليفريتنج برانشز اللي جايه ماشيه من السريبرال هيمسفير واخده كل بتاع لغايه لما تلمس الايه؟ لغايه لما تلمس الفنتريكيل خلاص. طيب وبعد 36 اسبوع؟ قال لك بعد 36 اسبوع في برانشات تبقى جايه من انتيريور سريبرال ارتري من النص كده، ومن بوستيريور سريبرال ارتري من النص، من السريبرال هيمسفير. احنا عارفين انتيريور سريبرال ارتري بيبقى ماشي في النص في السريبرال هيمسفير،
فتيجي تمشي من هنا لجوه، تخش برضه تيجي تمشي لجوه، فنلاقي الايه ان الـ ان الـ ان الـ ان البرانشات البرفيوتنج برانش اللي هي جايه من بره دي تيجي تمشي نص المسافه بس، او يحصل لها ريجريشن، بدل ما تبقى ماشيه كل المسافه لغايه لما تمس الفيرتيكال، لا هتيجي تمشي كده لحد ما تقع ايه في نص كده المسافه ما بين هنا يعني هنا خلاص. والحته دي سبلاي بايه؟ الحته دي سبلاي جايه من برانشات من جايه من الانتيريور سيربرال ارتري او من البوستيريور سيربرال ارتري خلاص. يبقى هنا البرفورتنج برانش مشيت كل المسافه دي لغايه ايه؟ لغايه لما لمست الفنتر. ده بيسموها فنتريكيولو بيت، وده في طفل، لو انا جبت لك المخ بتاع طفل قبل 36 اسبوع. بعد 36 اسبوع هلاقي ان البرانشات دي بدل ما كانت بتوصل لغايه الفنتك، لا وصلت لغايه الحته اللي هي اللي في النص كده وبطلت، وجي برانشات تانية جايه من هنا ومشيت هنا. عشان كده بيسموه المنظر ده فنتريكيولو فيوجر، يعني بتهرب من الايه؟ بتهرب من الفنتك. المنطقه دي اللي احنا عارفينها خالص ومشهوره جدا اللي هي بيسموها الووتر شيد، هي دي المنطقه بتاعتها اللي هي الووتر شيد. يبقى الووتر شيد عرفناها ازاي؟ الووتر شيد هي دي مكان التقاء نهايات الميدل سيريبرال ارتي مع الانتيريور سيريبرال ارتي، ومكان التقاء نهايات الميدل سيريبرال ارتي مع البوستيريور سيريبرال ارتي، اخر حته برانشات اخر حته واخر حته بيسموها ووتر شيد. ليه بيسموها ووتر شيد واهميتها في ايه؟ اهميتها في ايه؟ ان دي اخر حته من البرانشات من كل من الميدل سيريبرال ارتي والانتيريور سيريبرال ارتي، وبالتالي دي لما بيحصل اسكيميا دي اكتر حته بعيده عن البلد، وبالتالي دي اكتر حته بتتاثر، بيسموه ووتر ايه؟ ووتر شيد ايه؟ ووتر شيد ايري خلاص. ده مخ قبل سن 36 اسبوع، وده بعد ايه 36 اسبوع. والكلام ده مهم عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر نشوف الباترن اوف اسكيميا دلوقتي. طيب الام ار سيجنال اللي احنا متوقعين، يعني ايا كان، احنا انا هتكلم على اربعه باترن دلوقتي، انا هتكلم على اربعه باترن عندي. ايه هم الاربعه باترن؟ انا دلوقتي جالي طفل بريتيرن خلاص، ده اول حاجه بريتيرن، يعني قبل واحد عنده قبل 36 اسبوع، حصل له اسفيكس ايا كان السبب، ريسبيراتوري فيلير، امه مش عارف حصل لها ايه، ايا كان حصل له اسفيكس ايا كان السبب، امنيوتك ايا كان، هو قبل 36 اسبوع خلاص. الاسكيميا دي يا اما تكون مايلد او مودريت، فده يديني باترن، يبقى انا مايلد او مودريت اسكيميا ان بريتيرن انف، ده اول حاجه، ده اول باترن. تاني باتر تاني باتر ان هو يكون بريتيرن برضو بس حصل له سفير اسفيكس او سفير اسكيم، يبقى تاني باتر. يبقى انا التو باتر الاولانيين بيحصلوا في البريتيرن في وقت 36 اسبوع، هو الاثنين ولد بريتيرن، انا عندي ولد عند 36 حصل له اول باتر، حصل له مايلد او مودريت اسكيميا، ده واحد، او حصل له سفير اسكيم، ده اثنين، يبقى ده اول اثنين باتر. الاثنين باتر التانيين ان والد عنده فول تيرم، واثناء فول تيرم واثناء الولاده، يعني بعد 36 اسبوع واثناء الولاده اتزنق في الولاده فحصل له اسفيكس، هيطلع له برضه اثنين باتر، لو بتكلم على مايلد او مودريت اسكيميا او بتكلم على سيفير اسكيميا. بس السيفير اسكيميا او المايلد او مودريت اسكيميا بتحصل في الايه؟ في الفول تيرم. يبقى انا عندي اربعه باتر، لا اما بري تيرم مايلد او مودريت اسكيميا، لا اما بري تيرم سيفير اسكيميا، لا اما فول تيرم مايلد او مودريت اسكيميا، لا اما فول تيرم سيفير اسكيميا. يبقى دول الاربعه باترن، وكل واحد من دول بيبقى ليه منظر معين خلاص. طيب ايا كان الاختلاف، ايا كان الاختلاف بتاع دول توقعوا عاملين ازاي؟ اسكيميا عباره عن انفاركشن، يعني العيان ده حصل له انفاركشن او بدايات انفاركشن، فهيبقى عامل ازاي؟ لو 51 هاي 52 خلاص، وديفيوجن ريستريكشن. ديفيوجن ريستريكشن ده مهم، هو ليه بقى ليه مهم الديفيوجن ريستريكشن في العيان زي ده؟ لان المشكله بتاعت العيان اللي بتقابلنا في العيان زي ده هي مشكله بسيطه خالص. ايه هي المشكله البسيطه دي؟ ان العيان ده اصلا بيبقى غالبا الوايت ماتر بتاعته بتبقى ايه؟ زي ما اتفقنا ان هي بتبقى لسه ما حصلهاش مايلينيشن، ويبقى العيان ده بيبقى عنده تي 2 عالي، فانت ما بتبقاش عارف المشكله ده في الاكيوت انسلت، يعني ما بتبقاش عارف هل الوايت ماتر العاليه دي عشان ما فيش مايلينيشن، ولا الوايت ماتر العاليه دي عشان خاطر اسكيميا. فالديفيوجن هيبين لك، لو انت ديفيوجن، لو لقيت ديفيوجن ريستريكشن فانت اكيد ده في اسكيميا. ليه؟ لان الوايت ماتر، هو احنا قلنا ليه سبب الوايت ماتر عاليه في الطفل اللي هو ما حصلوش مايلينيشن؟ ما عندوش مايلينيشن وكميه الميه اللي فيه كتيره جدا وبتتحرك بسهوله جدا، فمستحيل ولد طفل صغير بريتر يكون الديفيوجن بتاعه ريستريكت خلاص. وبالتالي فانت لو لقيت ريستريكشن ديفيوجن فانت بتتكلم في اكيوت إلس. انتوا عارفين بقى لو كانت كرونيك إلس، يعني لو كانت الواد ده حصل له، يعني كمثلا ولد ده عنده بريتر محصلته اسفيكسيا جالك بعد مثلا بعد 3 شهور او 4 شهور، يعني كرونيك مثلا، كرونيك اسكيم، ده سهل بالنسبه لي. ليه سهل بالنسبه لي؟ لان احنا عارفين ان المانيفستيشن بتاعت الكرونيك اسكيم عباره عن ايه؟
لما تلاقي في واحد عنده في البرين ده عنده كرونيك انفاركشن، تعرفها ازاي ان هي كرونيك انفاركشن؟ هتلاقي فيه جلايوزس، هتلاقي فيه انكفالو ماليشيا، هتلاقي فيه سيستيك تشينجز، هتلاقي فيه تشيز على الفنتركل، هتلاقي في كل الحاجات دي تبقى واضحه خالص، فمش محتاجه يعني. هتلاقي ان في حاجات حاجات بتاعت الاسكيميا القديمه يعني، يقول لك ده عنده حته قديمه حتى ميمبرين انكفالو ماليشيا، حته سي سيف لايك، حته جلايوزس شدد على الفنتركل، موسع الفنتركل، كل الحاجات دي. فالقديم مش مشكله، هي المشكله دايما بيبقى ايه في الحديث، والديفيوجن غالبا بيحلها لي. خلاص خلي بالكم يا جماعه ان ساعات كمان في حاجه كمان بت 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 بتفيد في الموضوع الاكيوت ده، ان ساعات جدا ان عيان اللي هو الطفل بيبقى عنده اكيوت اسكيميا ده بيبقى عنده ساعات بيحصل هاي سيجنال في التيوان، وسبب الهاي سيجنال في التيوان مع في الاكيوت انسلت سببها ايه؟ هيموريج. هيموريج الهيموريج اللي ده نتيجه لايه؟ دي الولد ده اصلا الفيسز بتاعته بتبقى بايظه يعني بتبقى لسه ما تكونش حاجه صغيره يعني، فانت لما تحصل فيه اسكيما وتموت الخلايا بتاعت الفيس دي بتربشر وتبدا تحصل ايه؟ يبدا يحصل هيموريج. فده برده من ضمن الحاجات اللي تخليني ان انا الاقي هاي سيجنال في تي 1. طب ودي هتلقط عيني؟ هتلقط عيني جدا، لان الطفل ده المفروض ان ما بيبقاش عنده مايلينيشن يعني، المفروض ما بيبقاش فيه في الوايت ماتر بتاعته او في الجري ماتر بتاعته ما بيبقاش فيها مايلين يعني، ما بيبقاش يبقى غالبا الوايت ماتر بتبقى هايبو، فانت لما تلاقي فيها هاي سيجنال برده بتاخد ايه؟ بتاخد عين. خلاص؟ طيب اول باتر اللي هنتكلم عليه ان انا ده بتكلم على بري تيرم انفنت. خلاص البري تيرم انفنت ده وعنده سيفير اسكيمي، يبقى ده اول باتر ان واحد عنده قبل 36 اسبوع وحصلت له سيفير اسكيمي. خلاص طيب احنا اتفقنا ان لو واحد عنده بري تيرم انفنت وحصل له سيفير اسكيمي ايه اللي هيحصل له؟ افكشن. انا دلوقتي واحد طفل بري تيرم اللي هيحصل له وعنده سيفير اسكيمي ايه اللي هيحصل له؟ الهاي ميتابوليك اكتف. الهاي ميتابوليك اكتيف هو ده، لان دلوقتي انا ما بقاش في دم خالص، فالهاي ميتابوليك اكتيف هو اللي هيتاثر في السيفير اسكيم. في السن ده او في وقت 36 اسبوع ده اللي بيتاثر اكتر حاجه، اكتر حاجه احنا خدناها بتاع هو اللي بيحصل له ماينيشن في الوقت ده، السيريبيلم بالظبط، البرين ستيم والثالامس، هم دول اكتر حاجات بيحصل لهم في الوقت ده. يعني احنا دايما الماينيشن بيحصل كالاتي، ماينيشن دايما اول حاجه بيحصل لها السيريبيلم والبرين ستيم والثالامس دولت في قبل 36 اسبوع. بعد 36 اسبوع اللي بيحصل يبدا يحصل لهم ماينيشن ايه؟ اللي يبدا يحصل لهم ماينيشن بقيه الثالامس والبوستيريور ليمب بتاع الانترنال كابسول، زي ما انا قلت المره اللي فاتت البوستيريور ليمب بتاع الانترنال كابسول، البيزا جانجليا، ومثلا السبلينيوم بتاع كوربس كالوزم، بس ده بعد الولاده اكتر. بس في حته مهمه جدا البيريولاندك اريا اللي هي بتبقى الاريا بتبقى من الوايت ماتر اللي حوالين الايه السنترال سالكس، ما علينا. فانا عندي فانا ترتيب المايلينيشن قبل 36 اسبوع سيربيلم برين ستيم وثالامس، بعد 36 اسبوع بقيه الثالامس، بوستيرو ليمب بتاع الانترنال كبسول، بيريولاندك اريا، البوستيرو بارت بتاع الايه البيوتامي اللي هو البيزا جانجليا. فهو دوت الحاجات اللي بيحصل لهم ترتيبا، هي دي الحاجات يعني بالاخر هي دي الاماكن اللي هي بتبقى هاي فايتال. لو انا بتكلم قبل 36 اسبوع هتتاثر بالسيفير اسكيميا، لو انا بتكلم عن سن فول تيرم هتتاثر بالسيفير اسكيميا، لان دوت الهاي فايتال في الوقت ده. خلاص وبالتالي انا لو ولد طفل صغير وجالي حصلت له بري تيرم وحصلت له بري تيرم سيفير اسكيميا، اتوقع ان نلاقي ان الثالامس، اتوقع ان نلاقي برين ستيم، اتوقع ان نلاقي السيريبيلم، هم دوت اللي فيهم ايه؟ اللي فيهم ابنورماليتي. الابنورماليتي بتتمثل ازاي في الاكيوت؟ في الاكيوت انسر تتمثل كانه ايه؟ اشهر احسن حاجه ان انا ابص عليها الاقي ايه؟ في ديفيوجن ريستريكشن. شايفين؟ ده ديفيوجن ريستريكشن واخد الثالامس ميني. خلاص وبقيت المخ كويس. فلما تاخد الثالامس ميني، الثالامس تعرف ان هو من اوائل من الحاجات الاولى جدا اللي بيحصل لها مايلينيشن، وبالتالي تعرف ان ده غالبا ده طفل بري تيرم وحصلت له سيفير اسكيميا، لان الثالامس ده هاي ميتابوليك اكتيف في الوقت ده، وبالتالي هو ده اللي بيحصل له تاثير. ده برضو نفس الكلام، الثالامس افكتيف بس معاه حاجات هنا. ايه الحاجات دي؟ ده تي 2 يا جماعه او جريدينت، الحاجات اللي بتبقى دارك في الجريدينت دي تعرف ان ده هيموريج. فلما تلاقي هيموريج في عيان زي ده تعرف ان غالبا حصلت له ايه؟ اسكيميا. زي ما قلنا كده الهيموريج من ضمن الحاجات اللي بتميز جدا مع مع الايه الاسكيميا في طفل في الاطفال. طيب لو هو بريتر، لو هو بريتر وحصلت له مايد او مودريت اسكيميا، هيحصل حاجه اسمها بي في ال او بيري فنتريكل لوكو انكفالوباثي او لوكو ماليشيا، ودي حاجه مهمه جدا. لوكو ماليشيا، بيري فنتريكل لوكو ماليشيا، هو ايه؟ هو ايه؟ انا دلوقتي احنا ده ولد طفل عنده قبل 36 اسبوع، خلاص
حصلت له مودريت او مايل او مودريت اسكيميا، هل الهاي فايتال اورجان اللي هم في الوقت ده اللي هم السيريبيلم والثالاموس والبرين ستيم هيتاثروا وهو حصل له مايل او مودريت اسكيميا؟ مش هيتاثروا. امال ايه اللي يتاثر؟ لان انا الدم والشويه اللي جايين لي دولت اللي هم هو مايلد او مودريت اسكيميا، في شويه دم جاي لي رحت مخليهم، قلت بس خليهم بقى دولت، ورحت مخليهم الحاجات اللي هم بيديفولت ان هم السيريبيلم والايه والثالاموس اللي هم هاي ميتابوليك اكتف. امال ايه اللي يتاثروا؟ اي حته في الوايت ماتر؟ لا مش السنتر، يعني كل ما عدا اللي راح مثلا بريمونال. لا اللي يتاثر ايه؟ اللي يتاثر اخر حته في البلاد فيسل، ابعد حته في البلاد فيسل هي اللي تتاثر. ليه بقى؟ بالظبط. مش احنا قلنا ان البري تيرم والدواد اللي هو عنده 36 اسبوع الووتر شيد، بس في طفل 36 اسبوع دول بيكون حوالين الفنتريك. مش احنا قلنا ما مش قلنا الرسمه دي؟ فاكرين الرسمه دي؟ مش احنا قلنا ده طفل 36 اسبوع. فين هنا؟ فين هنا ابعد حته في البرين، في ابعد حته في البلاد فيسلز هي اللي هتتاثر. ابعد حته في البلاد فيسلز هي الحته اللي بتبقى حوالين الفنتريك. عشان كده الولد اللي بيبقى عنده قبل 36 اسبوع هو ده اللي يحصل له وحصلت له مايل او مودريت اسكيميا، هو اللي يحصل له البيري فيدريكال ليكم ماليش. يبقى عرفنا ليه المكان ده بالذات، لان البلاد فيسلز بتاع هي المكان ده يعتبر ابعد حته في البلاد فيسلز. وش معنى في الوقت ده؟ لان البلاد فيسلز بتبقى واصله لغايه الفنتريك، ويبقى الحته اللي حوالين الفنتريك اللي هي ابعد حته عن البلاد سبلاي. مفهومه الحته دي ولا مش مفهومه؟ خلاص. طيب بالظبط لو حصل هي الحته دي، ما هو ده اللي بيحصل. ايه العيان ده؟ انت عارفين العيان بتاع مودريت او مودريت اسكيميا، لو انا قلت لكم البيري فينتريكل ليكم ماليشيا دي بتبان ازاي؟ وده اللي بنشوفها اكتر، بتبان كانه زي كانها كرونيك اسكيميا. هتلاقي عباره عن ايه؟ عباره عن سي اس اف انكفال، حتت اوف انكفالو ماليشيا، حتت اوف جلايوز شد على الفنتريك، تلاقي الفنتريك دايليتد كده، تلاقي الوول بتاع الفنتريك الريجولار تيجي لشد الجلايوز. بص ده الجلايوز اللي حواليه ده التي 2 برولونجيشن، ده الوول بتاع الفنتريك اللي تبص عليه تلاقيه الريجولار ودايليتد، ما تلاقيهوش وايت ماتر اصلا، وايت ماتر فوليوم ما بقاش فيه وايت ماتر، كل ده بير فنتريكل ليكم ماليشيا. فده كرونيك انس، كرونيك انس، وده اللي غالبا اللي بيحصل، او ده اللي غالبا بنشوفه. طب احنا ليه ما بنشوفش الاكيوت انس او الاكيوت انس بتاع المودريت، يعني اللي هو تلاقي حوالين البيري فنتريكولار لو هاي لو في تي 1 وهاي في تي 2 ومعاها ديفيوجن ريستريكشن؟ ده اللي غالبا بيتشاف، ده اللي غالبا الاكيوت انس ما بتشافش. ليه؟ غالبا كده هو ده اللي بيحصل. لا هو اقول لك اللي بيحصل ايه دلوقتي. ولد عنده 36 اسبوع وعنده مايلد او مودريت اسكيمي، مايلد او مودريت اسكيمي، فهو الحته اللي تتاثر هي البيري فنتريكولار اريا. في الانسلت الاكيوت انسلت دي المايلد او مودريت اسكيميا غالبا يا اما الولد بيعدي المرحله، يعني بيخلص الولاده، يعني بيجي لنا على فول تيرم، يعني بعد ما الولد يبدا يمانيفست خلاص، فده بيكون عدى مثلا 3 شهور او كده، فبيجي لنا في مرحله الكرونيك خلاص، او ان هو يكون دخل الحضانه وقعد فتره طويله، لان هو غالبا ما بيبقاش فيه الافكشن زي بتاع الاكيوت انس او سيفير اسكيميا، مش زي بتاع، فغالبا بيجي بمرحله البير فنتريكل ليكم ماليشيا. بس هو لو فرضا جه في المرحله اللي هو الاكيوت وعملنا له الاكيوت انسلت، هلاقي ان حوالين الفنتريكل في ايه؟ في لو في تي 1 وهاي في تي 2، وهلاقي فيها ايه؟ ديفيوجن ريستريكشن، وهلاقي فيه بقى اللي حسن بيقول عليها ان غالبا بيبقى معاها هيموريدج اللي هو بيسموه جيرمنال ماتريكس هيموريدج. والجيرمنال ماتريكس هيموريدج يعني هلاقي حوالين الفنتريكل هاي سيجنال في تي 1 لانه هيموريدج، لانه احنا قلنا ان الاسكيميا ممكن يحصل معاها هيموريدج خلاص. الجيرمال ماتريكس هيموريدج ده اكتر ان هو بيتشاف اكتر في السونار صراحه، يعني هم بيشوفوه كده غالبا. وده اللي بيحصل ان الولد ده بيعرفه ان هو قبل ما يتولد ان هو غالبا عنده مايلد او مودريت اسكيميا. ازاي؟ بيعملوا سونار وقت الحمل وهو عند 36 اسبوع، يلاقي ان حوالين الفيتريك في هيموريدج. اول ما يلاقي ان في حوالين الفيتريك في هيموريدج يعرفوا ان العيان ده حصلت له مايلد او مودريت اسكيميا، والعيان ده بعد الولاده هيجي لي بصوره الايه؟ البيري فنتريكل ليكم ماليشيا بتاعتي. خلاص؟ العيان اللي هو عنده جيرمن ماتريكس هيموريدج ده، انت لو عملت له وقتها قبل ما يحصل البيري فنتريكل ليكم ماليشيا، لو عملت له ام ار اي هتلاقي ان هو ديفيوجن ريستريكشن حوالين الفنتريكل، وممكن تلاقي معاه هاي سيجنال في التي 1. المهم سواء ده او ده،
الابنورمال تبقى موجوده فين؟ تبقى موجوده بيري فينتريكولر نتيجه للفينتريكولو بيتال باتن اوف ذا بلاد سبلاي اوف ا بريتيرم انفانت. طيب ده برضو بير فينتريكولر ليوكوماليشيا. الوايت ماتر قليله خالص حوالين الفينتريكل, فيه جلايوزس. الجلايوزس هنا شدد على الفينتريكل ومبوظ شكله. ده بير فينتريكولر ليوكوماليشيا زي ما انتم شايفين الجلايوزس. ده منظر بير فينتريكولر ليوكوماليشيا بتتشاف كتير, بتتسال كتير, انا امتحنت عليها في الامتحان. فبير فينتريكولر بتيجي بتتشاف كتير في البرايفت. فمهم ليه؟ لان هي كومن قوي انك تشوف ايه العيان ده عنده ولد بريتر حصلت له اسفيكسيا كرونيك بقى بير فينتريكولر ليوكوماليشيا. طيب لو هو بقى فول تيرم, ده ولد اتولد وقت الولاده حصلت له اسفيكسيا, انا برضو نفس الاثنين, يا اما سيفير اسفيكسيا يا اما مايلد او مودريت اسفيكسيا. لو هو سيفير اسفيكسيا اللي هيتاثر الهاي ميتابوليك اكتيف في الوقت ده اللي هم بيحصل لهم مايلينيشن في الوقت ده اللي هم ايه, البوستيرور بيوتامين, البوستيرور ليمب بتاع الانتدر كبسول, البيري لاندك اريا, هم دول الحاجات اللي بيحصل لهم في الوقت ده, هم دول اللي بيحصل لهم ايه, بيحصل لهم مايلينيشن. وهي مانيفست ازاي؟ الاقي ان المناطق دي بيحصل فيها ايه, الاقي ان المناطق دي بيحصل فيها في الاكيوت انسنت, الاقي ان هي ريستريكت ديفيوجن لو في تي 1 هاي في تي 2, والاقي فيها ديفيوجن ريستريكشن لو معاها هيمرج ممكن الاقي فيها في الساي اوف ايه اوف هاي تي 1 خلاص. بس ما يميزها ان الاقي, بصوا يا جماعه ده المنطقه دي اللي هي بتبقى في الانتر بوستيرور بتاع الانترنال كبسول مع البوستيرور بيوتامين زي ما احنا شايفين كده, والمنطقه دي اللي هي البيريولاندك اللي هي بتبقى حوالين السنترال سالكس. ده سنترال سالكس اهو وده سنتر سالكس اهو, تبقى في حوالينها كده اللي هما هنا ديفيوجن ريستريكس اللي هي باينه سودا هنا في الايه في الاي دي سي خلاص, هي بتبقى حوالين سنتر سالكس. فلما بتلاقي كده تعرف ان الاماكن دي هي دي الاماكن الهاي ميتابوليك اكتيف في الوقت ده, في الوقت اللي هو الفول تيرم اللي هما بيحصل لهم مايلينيشن دلوقتي فول تيرم يعني, فهم دول اللي في السيفير اسكيميا هي اللي هما اللي ايه اللي هما اللي هيتاثروا بسيجنال ابنورماليتي معروفه اللي هو تي 1 هاي تي 2 ديفيوجن ريستريكشن, ممكن يمانيفست بايه بهاي سيجنال في التي بي تي 1. ده نفس الكلام, ادي ده المناطق بتاعتنا بتاعه البيزا جانجليا والفنترولاترال اسبكت بتاع الثالامس. انا قلت ان ساعات الفنترولاترال مش الثالامس يعني الثالامس الفنترولاترال اسبكت ده بيبقى بيتاخر شويه وبيبقى مع الايه بيبقى مع الفول تيرم في المانيفيستيشن. اما لو حصلت بقى مودريت او مايلد اسكيميا اللي هيتاثر ايه؟ الووتر شيد. وليه بقى اللي هيتاثر الووتر شيد مش الفيري فينتريكولار ايريا؟ هي دي لان دي تعتبر هي دي الابعد في الوقت ده. مش احنا قلنا ان انا دلوقتي اللي خلى ان الحته اللي تتاثر في الفول تيرم هي ان بقى في هنا الحته دي ما بقتش بعيده, ده جاي لها فيسل من هنا, انما الحته دي هي دي تعتبر ابعد حته اللي هي ما بين الانتيرور والميدل, الانتيرور والميدل والميدل والايه والبوستيرور هي الحته دي. فانا الاقي ان الووتر شيد اريا هي دي اللي هتتاثر في مودريت والمايلد اسكيميا اللي هي في البري تيرم اتاثرت في اللي هي في اي حته البيري فينتريكولار ايه بيري فينتريكولار اريا بالظبط كده, وهتتمصر زي ما احنا شايفين اهو هتتاثر بايه, هلاقي في الاكيوت انسلت هلاقيها ايه, هلاقي فيها ديفيوجن ريستريكشن زي ما احنا شايفين كده اهو, دي منطقه ما بين البوستيرور سيريبرا والميدل سيريبرا. ده برضه نفس الكلام شايفين ده الحتت دي ما بين الانتيرور والميدل, الحتت دي ما بين عباره عن انفاكشن موجوده في الووتر شيت اريا, تعرف ان العيان ده فول تيرم وحصلت له مايلد او مودل اسكيميا هي اللي اتاثرت الايه في الووتر شيد اريا. ده في الاكيوت. في الكرونيك هيبقى عامل ازاي؟ في منطقه الووتر شيد اريا انكفالو ماليشيا والجلايوزوس والسيف لايك موجودين في الووتر شيد ايه الووتر شيد اير خلاص. الام ار اس, ما يميز الام ار اس ان بيبقى لو العيان ده برضو ده من ضمن الحاجات اللي بتساعدنا لو انت مش قادر تميز التي 2 والديفيوجن, يعني انك لو قست الام ار اس فيه هتلاقي ان اللاكتيت قوي ايه عالي. ليه لاكتيت عالي؟ لان هو انيروبيك ميتابوليزم في اسكيميا, فبيقولوا ان لو قست نسبه الكولين للاكتيت لو لقيت اكتر من واحد ده باثوجنومانيك لان العيان ده عنده ايه عنده اسكيميا. بصوا حتى بيبقى ليه تو دبلتس, يعني تحس ان في تو بيكس للاكتيت. بس انا كده يعتبر خلصت محاضره ظريفه يعني وخفيفه يعني, ويبقى انا كده خلصت. ايه لا كده يعني هو محاضره مهمه وصراحه بتسال كتير. ليه مش ايه؟ ايه كان في واحده لسه بيزا بيعملها كده في البيت ولا
بص بموضوع ده اختلافه عن التاني. اول حاجه انت عندك هيستوري، ده اول حاجه. تاني حاجه الولد ده بيجي بعد الولاده على طول وهو بيديك هيستوري ان هو عيان مزنوق في الولاده مثلا، التاني بيجي في سن في سن اكبر من كده خلاص. طيب اللي احنا قلنا ان اللي مثلا بيأفكت بيزا جانجليا بس، انما لو انا بتكلم مثلا في فول تيرم لا، انا هقول ان هو افكشن البيزا جانجليا او الحتت اللي انا هتكلم عليها البوستيرو بيوتامين اللي هو الباترن ده، البيري لوندك اريا، البوستيرو ليمب بتاع الانترنال كبسول بيخش، فده ليه باترن. التاني غالبا بيأفكت بس البيزا الايه، البيزا الجانجليا. وفي الاخر عايز اقول لك ان في الاخر، في الاول او في الاخر الاثنين بيخش ديفرنشال دايجنوز مع بعض. انت افتح كده الديفرنشال دايجنوز بتاع اللي، وافتح الديفرنشال دايجنوز بتاع ده هتلاقي الاثنين بيتحطوا في الديفرنشال دايجنوز مع بعض. وده اللي احنا يعني ده على قد ما تقدر. لو لقيت مثلا هاي سيجنال في التي 1 ده برضه بيفرق معانا في الايه، مع الاسكيميا اكتر منها مع الايه، مع بتاع. زي ما بقول لك انت بتاخد العيان كباكج على بعضه مش بتاخده كصوره يعني. ماشي. المره الجايه بقى يعني انا يعني هنكمل بيدياتريك، بس يعني انا كده بيدياتريك نيورو خلص.